تشارك وزارة الداخلية في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث وجهت قوافل من السيارات المتنقلة لتقديم خدماتها الجماهيرية للمواطنين بكافة المحافظات. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حيالينا حياة كريمة. بداية مبادرة رئاسية تهدف لبناء الإنسان المصري من خلال تعزيز الجهود والتنسيق بين الوزارات وكافة جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة، وفي مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تحيا مصر، هنعلى بيها ايد في ايد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد ايد في ايد والكل واحد. وانطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، تشارك الوزارة في مبادرة بداية من خلال توجيه قوافل من الخدمات الجماهيرية إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية، بخاصة النائية منها، بما يحقق المردود الإيجابي من المشاركة في كافة المحافظات. أيوة شكراً، مش كفاية، شكراً مش كفاية، نور جديد كنت البداية، تحيا مصر هنعلى بيها. أطلقت وزارة الداخلية سيارات الخدمات المتنقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية تحت مظلة مبادرة بداية برعاية رئيس الجمهورية، وبما يمكن المواطنون من الحصول عليها في سهولة ويسر دون التقيد بنطاق جغرافي محدد. نشكر سيادة الرئيس على حملة بداية جديدة للإنسان، اللي هو حاطط لنا عربيات إلكترونية متنقلة في كل الميادين وفي كل المولات، اللي هي بتسهل علينا كلنا استخراج أوراقنا الرسمية. أنجزت معايا وقت بصراحة، أنها جنب شغلي على طول، فأنا يدوب 5 دقايق بس، فأنا شايفة أنها مفيدة جدا جدا. مش متخيل اللي أنا أجي أرخص العربية وأفحص كل ده في 10 دقايق، الرخصة طلعت لي. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا. العربيات منتشرة في كل حتة، وبنشكر سيادة الرئيس على الحملة الجميلة دي، وإن شاء الله تكون بداية جميلة لكل حاجة. أيوة شكراً، مش كفاية، شكراً مش كفاية، نور جديد كنت البداية، تحيا مصر هنعلى بيها. إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهيرية التي تقدم من خلال مبادرة بداية، والتي تعد نقطة مضيئة وعلامة فارقة لإحداث تغيير جوي في بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، وتوفير الخدمات اللائقة له بشكل ميسر وحضاري. بوجه الشكر لحملة بداية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إنها قربت من بيوتنا وقربت لنا الخدمات كلها وسهلت علينا حاجات كتيرة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الحملة الجميلة وعلى وزارة الداخلية والدور اللي بتأديه دايما كده، سند للمواطنين وسند لمصر، والحمد لله لقينا خدمات جميلة ومتوفرة وسهلة وسلسة. حققت الحلم في عيننا، رسمت طريق حقيقة، هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا. أنا شايفة أن مبادرة البداية حاجة جميلة جداً، وإن هي بتساعدنا طبعاً إن إحنا نخلص أوراقنا بسرعة ونخلص حاجاتنا بسرعة، وكويس إن هي بتكون في الشارع عشان أي حد يقدر يوصل لها. مساهمة وزارة الداخلية في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تنبع من الدور الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه الوزارة، وتكامله مع جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين. بكرة وياكم نساعد إيد في إيد.